إذا أنا اليوم بي بغير من نهج وزارة، أو أنا قاعد أقول أن هذه الوزارة ما قاعد تعمل، مجلس الوزراء كله قاعد أقول ما قاعد يعمل، أنا على أي أساس بقيم أداءه؟ مو المفروض أن هذا مجلس الوزراء يقدم رؤيته؟ اليوم لما يرفع مجلس الوزراء الدعوم عن البنزين وفقا يفترض أنه عنده رؤية أن إذا رفع البنزين يحقق نتيجة، إذا رفع الدعم عن الكهرباء والماء يحقق نتيجة، إذا فرض الضرائب يفترض أنه يحقق نتيجة. بناء على شنو؟ قاعد نقوم من النوم قاعد نلقى يطلع قرار ان احنا بنقوم بهالدور، احنا بننزل مقدمات بدون اي رؤيه، بدون اي دراسه مقدمه. احنا عندنا وثيقه اصلاح اقتصادي. وينها وثيقه الاصلاح؟ وينها الاعضاء مجلس؟ وينها وثيقه الاصلاح؟ نسمع عنها ما نشوفها. قدموها وطلع وزير الماليه وثيقه الاصلاح ماخذين من كل تقرير نقطه ويقولون تعال نطبقها. وين وثيقه الاصلاح؟ ليش ما تمت مناقشتها؟ شنو تطبيقها؟ وينها عن وثيقه الاصلاح اذا انت تتكلم عن الاصلاح الاقتصادي؟ وينها عن الدعومات الخارجيه؟ وينها على الاقل عن مصروفات المجلس الوزراء ولا حتى مجلس الامور؟ هذه مصاريف، هذه مصاريف من الميزانيه، ميزانيه اللي المفروض ان هذه ميزانيتي وميزانيتك. لما انا ياخذون مني وياخذون منك بالمقابل ان تتم المصروفات في امور خارجيه في مسائل اخرى على نفس النهج ويمكن اكثر، لا هني يعني تكون نقطة النظام. إن ما في رؤية عند الحكومة في مسألة أي قضية، يعني إن كان إصلاح ولا إن كان يعني نقول تعليم، صحة، رياضة، ما في رؤية للحكومة. أخوي أحمد ما قدموا، ما مو قادرين يبنون عمارة مو قادرين يبنونها، جاي يبنيها الديوان الأميري. تبي يكون عنده رؤية شنو بيسوي بالضرائب؟ وين الخلل عين؟ أكيد خلل، لأن أنا أقول لك الحين اليوم واحد ما يخشى المحاسبة، ما عنده رقيب، ما حد قاعد يراقبه. المراقبة اللي ما تنتج عنها محاسبة ما تسمى مراقبة. يعني الدور الحقيقي، بس قبل كانوا يراقبون قالوا تأذي. بالضبط. الحين يا مجلس زين قالوا والله هذا مجلس بصام تلشى ولا عباشي. هذا اللي أنا أقول لك أنت، ليش ما يصير في توازن؟ صحيح. ليش ما يكون في رقابة ويكون في محاسبة ويكون في تشريع؟ أنت دورك كنائب، دورك رقابي وتشريعي، عدل؟ صحيح. الرقابي شنو معنات رقابي؟ أني أراقبك في حالة أن أنت ما قمت في دورك أنا بحاسبك. صحيح. لكن إذا غابت الرقابة وركزت على التشريع طبيعي بيكون التشريع ركيك، بيكون التشريع بلا قيمة. هذا اللي شفناه احنا في آخر السنوات.